يعني هلا الورشات بلشت تشتغل وليك اعاده الكهرباء والدور وجب المي ولا جاي راجعين على بيوتنا الحمد لله. مع استمرار عودة أهل القصير إلى بيوتهم ميامين قواتنا يقصمون ظهر الإرهابيين بكمائن في حسياء وتدمر ويعيدون الأمن والأمان لقرى بريف حماة. القوات العراقية تنشر 4 أفواج مشاة على الحدود المشتركة مع سوريا والأردن لمنع تسلل الإرهابيين وتهريب السلاح. قبيل ساعات من بدء الانتخابات الرئاسية الإيرانيون يؤكدون لبعثتنا النمو والتقدم في بلادهم بعد الثورة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطط لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة وتشرعن نحو 140 وحدة سابقة. الأتراك يرفضون انذارات أردوغان الأخيرة والقديمة مجددين مضيهم في ثورتهم حتى اسقاطه. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، مساء الخير واهلا ومرحبا بكم ونبدأ اخبارا.